يعني ذهب الرئيس ترامب إلى الرياض وتكلم عن ضرورة أن يكون هنالك موقف عربي موحد في موضوع عزل أو وضع حد للانفلاش العسكري والأمني الإيراني في المنطقة. وما هو معلوم وقالها الوزير تيلرسون ووزير الدفاع الأمريكي ومستشاري الأمن القومي وأعضاء كثيرين للأكثرية في الكونغرس الأمريكي، أن النظام الإيراني يشكل خطر أمن قومي على الولايات المتحدة الأمريكية. طيب كيف يمكن لأحد حلفاء أمريكا قطر في هذا الإطار أن تفتح جسرا مع النظام الإيراني؟